تالي بس عذبوني عذبوني عذبوا بعد عذبوا رادوي تكون رادوي تكون ستري وكل يقين بعد عيني ورادوي نزلون قدري ويا جنيني بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله وعلى آلك المعصومين الميامين المنتجبين الطيبين الطاهرين لا سيما لا سيما من كان للرسول ولدا وللقرآن سندا وللإسلام عضدا وللشيعة كفا ومعتمدا صبط الرسول صبط الرسول وقرة عين البتول الغريب الغريب بلا ناصر شهيد العراق الظامي بين النهرين مولانا ومولى الكونين أبا عبد الله الحسين يا حبيبي يا طبيبي يا حسين نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا ابن أمي يا حسين السلام على المغصوب حقها
السلام على الممنوع إرثها، السلام على المكسور ظلها، السلام على أم أبيها فاطمة. عرج على بيت البتولة فاطمة، عرج على بيت البتولة فاطمة، فإن أنين الدار يكفيك هاديا، تئن وقد هد المصاب قرارها وأودعها جلدا على العظم، واريا يا واريا إلهي لقيد، إلهي لقد عدى الأسى قلب فاطم ولم يبق إلا الوجع والحزن، واريا فوا وحشة الأيام بعد محمد، فوا وحشة الأيام بعد محمد، ووا ذلة الأيام فيما دغانيا دغانيا، رمتني مصيبات الزمان لو النظر، رمت واضح الأيام صرنا ليالي وما إلهي، فقد عفت الحيات وأغلقت، فعجل وفاتي لا أريد حياتي، فما طال من بعد الحبيب فراقها، وسرعان ما صار الفراق، يا والله وسرعان ما صار الفراق، تلاقي يا صاحت بويا ما قلت بتضيع بعدي، والله ما قلت بتضيع بعدي، ولا قلت اظل يا بوي وحدي وحدي، ولا قلت اظل يا ابوي وحدي يا نور عيني، ونجم سعدي حرق والله حرق بيتي، عدو والله وعدوي، يا 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 ابوي انا العزيزة دللتني، والله دللتني، دقعد يا ابويا وشوف متن، والله متني يا ابويا الدنيا، انا بعدك ولتني، ابويا المصايب دولبتني، اقعد ابويا يلي لعد فاطم ابوها، وشوف الاصحاب هنا يا ابويا من اللي فوق، علي غدار يا ابويا حرقوها حرقوها حرقوها،
وبالصوت يا ابويا علو اي والله بالصوت 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 يا ابويا علو علو ابويا مني والله مني العضاد والرموغه والرموغه والعين يا ابويا طفوغه والله والعين 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 يا ابويا يا طفوغه والشجره يا ابويا قطعوغه يا والله والشجره يا ابويا يا 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 قطعوها تبكي ابويا تبكي اليتيمه بعد ابوها ويجول ليها ويسلوها ما شفنا يتيمه والله ما شفنا يتيمة يزجروها ولو ندبت أبوها يسبوها يا والله لو ندبت أبوها يسبوها يا اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا حتى أن تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السيدة الزهراء موضوع السماء والأرض. السيدة الزهراء موضوع الإنسان والملك. السيدة الزهراء الموضوعية اللي عندها إنسان العمر 18 سنة. زين، إذا بس السيرة الجسدية، السيرة الذاتية، السيرة الحياتية التي انطوت لهذه البنت، لو بس هذا الباب الإنسان يريد يفحص عنه يرى في كل شيء منها يتدخل الله سبحانه وتعالى، يتدخل الله سبحانه وتعالى. بداية تحدي في ولادتها، في نزول سورة الكوثر أكو تحدي صار مو للعرب، وإذا الموؤودة سئلت، لا لا أكثر، بل لكل إنسان منذ القدم من التاريخ حتى زمن العرب، حيث أنه ما شأن المرأة، شنه بوي المرأة، قيمة المرأة شنه، ما هي المرأة في المجتمع، ما هي الأمومة، ما هي البنوة للبنت. فتشوف محمد صلى الله عليه وسلم جهز برسالته هذا الطيف من المعاني، هذا التدوين من المعارف الإلهية التي مثلها وجسدها ربها ورب العزة جسدها في فاطمة سلام الله عليها. تشوف أنه اش كثر
لهذا بعض الأحيان من دفات ما كتبت أو سجلت عندها ثلاث حالات بالعلوم التي وصلت إلينا ومنها ما وصل، أما بالحديث فما تبقى منها ألفا حديث، 2000 حديث من السيدة الزهراء موجود في طيات الكتب. عدها خطبتان، لها خطبتان، خطبة عتاب للنساء ومخصصة للنساء، وخطبة ثورة. الخطبة الفدكية هي الثورة العظمى في وجه كل طاغ إلى يومنا هذا. لهذا كثير، لكن اليوم أسأل أحد العلماء أنه في أسئلة بعض الأخوات خاصة اللي تكون في هذه البلاد وفي هذا الباب، يقول الشيخ نخاف أن نحكي، مثل ما يقول خاف نبتلي نسكت، لكنما أين بناتنا؟ أين نساؤنا؟ أين كريمات البيوت من خطبة فاطمة؟ يقول هذه الخطبة فيها حالات من الجذب للنفس الإنساني تعدل النفس الإنساني. يعني أنت بعض الأحيان تقراها على ميت الصورة القرآنية، صورة الفاتحة كنا نعتقد أنه ثوابها يروح للميت من غير أي حديث ومن غير أي كلام، إذا دخل على مجلس فاتحة يقرأ الفاتحة، وين هاي يقول ثوابها وين يروح؟ ها سيدنا للميت يروح. ها مولانا يقول والله أنا جيت قرأت فاتحة، لهذا المجلس اللي يقام للإنسان الميت تسموه مجلس ها فاتحة. ليش؟ لأنه يكثر فيه قراءة هذه الصورة، الزائر، الجالس، الحاضر، الماشي، الإعلام، الدخول بالسلام، بعد السلام، الجلوس، الخروج من المجلس، كله بالفاتحة. الفاتحة قل له علي من تقرأ فاتحة، يقول لك للميت، هم للميت وهم للقارئ عندها تأثير. كلام الله، كلام المعصوم ذو جوانب لا يحيط به إنسان، لا يحيط به أحد، كلمة، وإلا لو ما عند هذه الجوانب ما شاي يشيل محمد المصطفى الحجر بيده زين ويسبح قائلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. واحدة من القضايا التي حدثت بها في خطبتها وفي زواجها، كل يوم جاي واحد يطرق باب النبي، عندنا رواية احنا معروفة، وهو انه اجوا جماعة منهم الاول والثاني الى واحد مثلهم، قالوا له لقد خطبنا فاطمة فلم يزوجنا اياها. اجا للنبي قال له زوجني فاطمة ولك 70 ولك 70 من النياق أو من الجمال الحمر، لأني نوع من الجمال اللي يعني معروف راقي عالي سعره أكثر من بقية الإبل الأخرى. يقول النبي دار بوجهه، وهاي كل شيء اللي تذكره عن النبي في أشياء عجيبة قريبة، حركاته، سكناته، لما يقول من يسألون عدلوا صفوفكم يقولون يا رسول الله أهل رأيت صفوفنا وأنت تنظر إلى الأمام، يقول إني أرى، جعلني الله أرى خلفي كما أرى أمامي وأسمع في منامي كما في يقظتي. هذا محمد المصطفى، أنت ليش تخاف منه؟ يعني تجي لعند هذول الذباحة تخاف منهم؟ مولانا واحدة من المشاكل اللي متعرضين فيها احنا بزماننا هذا على السيدة الزهراء، انزلنا قضية فاطمة قضية السماء، انزلنا قضية السماء قضية عربية، هاي مشكلتنا، واحدة من مشاكلنا، ننزل بعض الاحيان الذين تخدمهم الملائكة. مو الحسن يقول لعذاك لما شتم وسب في زيارته قال هل تريد أن أريك زغب جبرائيل في بيوتنا؟ هذا الريش الزغار يقول له الزغب،
تريد أراويك وين؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الذي سببته أنت. من الذي هداك على هذا؟ قال ما هداني إلا معاوية. معاوية يكتب له محمد بن أبي بكر ويوبخه، شي يقول له؟ يقول له لا توبخني، بل إنما إن كان أمري ظلم فقل لأبيك وعمر، فقل للأول والثاني وهو أبوك وصاحبه، قل لعذولاك ايش سووا ما تجيني أنا. عبد الله بن عمر لما يتكلم مع يزيد في قتل الحسين عليه السلام ويقول له أنت هذا الأمر اللي سويته، هذه الفضيحة اللي ارتكبتها، هذا الأمر الفظيع الذي ارتكبته وهو قتل صبط رسول الله، قال لم أباك قبل أن تلمني، فإن أول من أسس قتلهم هو أبوك في يوم الأثنين، هو الذي قتل أمه. شوف تاريخنا إحنا بالأسف الشديد بعض الأحيان نجي السيدة زهرة لا لا أكو مكانات يعني تخاف تحكي، ليش؟ لأنه خاف أسوي لك فتنة، خاف أسوي لك مشكلة. وبعضهم شنو عندنا المشكلة؟ المشكلة أنه لأنه ما نعرف عن فاطمة شيء إلا الباب. فاطمة باب السماء حصرناه بباب، لا، فاطمة أكبر من أنه فاطمة تلوذ بها الأنبياء، يلوذ بها أبوها وهو أشرف الأنبياء. شو تريد من هذا؟ التفت له من نام قال لك من الإبل 70 مكللة بالديباج والذهب والدر. سكت النبي، مد إيده على شيء من الحصى فرفعه أخذ يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم رماها بحجره فتبدلت إلى زبرجد وياقوت، يقولون كل ياقوتة منها أو زبرجدة منها تعادل ما يملكه أفضل تاجر في المدينة. قال إن الذي يتبدل بيده كما ترى من الحصى فلا يهمه مالك، هون واسكت. سكت وإذن بجبرائيل نزل. سنة وشيعة يذكروها، مشكلتنا كل ساعة كون نقول سنة وشيعة، كأنما تاريخنا احنا ولا شيء، كأنما معتقدنا احنا مدري منين جايبين. عم ليش لك هذا الصادق هذا الباقر؟ تعال شوف، تعال شوف هم إذا عدهم وأشابوه وأخلطوه وخبطوا فيه. وصلت المسألة ذاك اليوم أطالع عن واحد يقول إن عمر بن سعد عندي من الرواة الثقة وروايته مقبولة، وخير ما يستدل به زين في رواياته على مناهج الإسلام. هسه أنت جنابك من تشوف لا هو نفس هذا، نفس هذا وضع هذا الحديث على السيدة الزهراء، ونفس هذا وضع هذا الحديث، وظلينا تايهين احنا. لهذا قال نزل عليه جبريل قال لعن الله من خطب عندي فاطمة، رسول الله يلعن من يخطب فاطمة عنده بأمر من الله. تقول لا ينطق عن الهوى، مو هيك؟ لعن الله من خطب عندي فاطمة فوالله إن أمرها بيد ربها. زين شلون علي إجا يخطب؟ طالع على كيفك، طالع طالع وشو. فبعثت أم سلمة إلى علي عليه السلام تحكي معه حتى يأتي منا أمر من الله. الله يقول له زوج النور من النور. أنا قصدي ما أدخل بهاي، لكن أقول لك شوف شلون إحنا إذا ناخذ من السيدة الزهراء سلام الله خطبة بالله عليك 3-4 صفحات أو 6-7 دقائق أو 10 دقائق خطبة، إلى الآن يقول من أراد القرآن فعليه بخطبة فاطمة، فتلخص له القرآن وتعطيك أكثر من ذلك بيان أنه تعال شوف هذا القرآن اللي أنت تاخذش به كيف يأمرك، كيف ينهاك، كيف طاعة آل محمد وكيف إمامة آل محمد، شو تصير لعد الإنسان تحفظه. من خطبتها ينقلها أبو بكر الجوهري من علماء القرن 3 والـ4 من الجماعة مو منا، يقول
ومما قالت إيهن بني غيلة. غيلة يقولون ينتمون إليها الأنصار، بنو غيلة من تقول يعني ذولي أمهم أو جدتهم معروفة، شلون هسه احنا نقول أم البنين كنا نعرفها زين، شلون إذا نقول الخنسة من العرب، شلون نقول إذا فإيهن بني غيلة أترون تراثي يهتضم بمسمع ومرأة. أترون تراثي في خطبتها يهتضم يؤكل يؤخذ بمسمع منكم وبمرأة منكم. واضح هذا؟ تعال شوف شو تقول هنا، تعال شوف احنا الخايفين اللي ما ندير بال بمعنى فقاتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا إيهن أترون تراثي، إيهن بني غيلة أترون تراثي يهتضم بمسمع ومرأة منكم فقاتلوا أئمة الكفر. وهي مقابلتهم ياهم اللي خذوها تراثها، بيك تقل لي مولانا ياهو اللي خذ تراثها، ها ياهو اللي خذ تراثها، ما تقل لي أخذوا تراثي من ذول اللي أخذوا. فقاتلوا ما قالت الكفار، أئمة الكفر. شوف الكلمات اللي تجي من، شوف الدرر اللي تجي. لهذا احنا عندنا مشكلة في ديننا، في معتقدنا، في مجتمعنا، في بيوتنا، في عوائلنا، في نسائنا، في رجالنا، في أطفالنا، في تعاليمنا، في هجرتنا، في مراكزنا، في كل شيء. ما نسمع ما نأخذ. هذا ستسمع لك حكاية عن فلان، يلا خلص على كيفك، تورى شوي، خلينا شوية نكون. هاي أطفالنا تجي تروح من المراكز من المكتبات من الكذا، شعدهم أكو شيء زين. السيدة الزهراء بالله عليك شكذر عمرها؟ 18 سنة، 18 سنة ربت إمامين وتزوجت بأبي الأئمة، ووصلت الإنسان إلى مستوى بحيث أنه الرسول صلى الله عليه وسلم النبي أولى بالمؤمنين. ها شو يعني؟ يعني انت اذا وصلت الايمان التام وقرأت سورة المؤمنين ووصلت لعد هاي الدرجات التامة، كنت وقت تفتخر انه روحك صارت مؤلك لعد رسول الله، وإلا اذا ناقص ولا خدش بيها، كون ايمان مضبوط. ذيش الساعة يا الله توصل وين بويا؟ توصل انه هنا انت عندك شيء لعد رسول الله وهو روحك، تعطي روحك. النبي اولى يعني انت تصل الى درجه يقول لك وين درجتك بالايمان؟ شو تقول؟ ماذا تقول؟ تقول درجتي بالايمان ان روحي صارت بين يدي رسول الله، يعني هو يتحكم بها اكثر مني، هو ان امرها تاخذ بامره دون امري، اصلا ما عندي انا، ما عندي امر. النبي اولى بالمؤمنين من، وبعد وأزواجه، هاي الخابصين نبيها كلها، هاي الخابصين نبيها خبص ما مخلين شيء. وأزواجه شني؟ ها احكيها أمهاتهم. وهيك بالله عليك أمي أنا وأنت أحسن يا أم رسول الله اللي يقول هو يقول بيها، شهو أخوهم عنده زينب وعنده رقية وعنده أم كلثوم وعنده نساء أخريات، يا اللي قال بها أم أبيها، هذه أفضل اللي وصلت لعد درجة، مو بس لعد المسلمين، مو بس لعد المؤمنين، لا وصلت أنه تكون أم النبي. تعرف العرفاء شي يقولون؟ يقول لأنها اتحدت معاه قالبا وروحا، روحا وروحا، روحا وقلبا. يعني شنه؟ يعني إذا أردت أن ترى نور تراه في فاطمة، وإذا أردت أن تفحص وتعرف من فاطمة فانظر إلى محمد. ماكو غير العصمة، ماكو غير الاعتصام. زين شد قلهم انه فقاتلوا أئمة الكفر، وعرفت أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر. ثم تقول
هذا الطريق هو كما يعبر بعض العلماء هو الاستيقاظ. بزماننا احنا سوينا اروح ادور عليهم هذولي؟ الاخو الطريق موجود، مو الشخص، الطريقة موجودة، عينية الطريق ما زيحت، ما انكسحت، ما راحت. لهذا شو تقلهم؟ أما والله إني غاضبة عليكما وسأدعو عليكما في كل صلاة أصليها. إن الله يرضى لرضا. شلون تترضى عليهم أنت؟ تياو تترضى عليهم بويا. وسأنا إذا أجي واحد هسه بالمجلس هذا واحد يقول لك كذا، تترضى عليه بعد؟ ابنك يترضى عليه؟ ها؟ شو ترايح لعد فاطمة؟ معاند يعني مكامش رايح ليش؟ علي من تعادي فاطمة جهرا وجهارا ليش؟ إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها وهي تقول. وهذا الراوي يرويها أبو بكر الجوهري، زين، يرضى لرضاها: أما والله إني غاضب عليكما وسأدعو عليكما في كل صلاة أصليها. هذه كمقدمة وكشيء بين أيدينا بالنسبة لعد السيدة الزهراء. شوف فقرة من خطبتها شو تسوي بالإنسان؟ تريد تجلع صفاتها الشخصية، صفاتها الجسدية، صفاتها العجيبة الغريبة الذي لا يدري الإنسان ماذا يصنع. أحب من دنياكم السيدة الزهراء لا تريد مال ولا تريد حلال ولا تريد ذهب ولا تريد فضة ولا تريد أي شيء، بل إنما تحب من هذه الدنيا عبادة الله والنظر إلى وجه رسول الله وتلاوة كتاب الله. هذا اللي كم يوم مرت علينا، كم سنة، كم مرة باليوم، إش كثر إحنا نتمثل بين يدي الزهراء نقرأ لنا صفحة من القرآن الكريم، نصبر لنا شوية. إش كثر عندنا أطفالنا قبل ما يروح للمدرسة مخليه يقرأ له ولو سطر، سطر من القرآن، يسمع له شيء. عندنا هذا الشيء؟ وإحنا كلنا زين، الحسين إش كثر عندنا تعاليم منه، الحسن إش قد عندنا تعاليم منه، لكن إش قد ما راحت وراحت ونسينا ونسينا، قاموا يطعنون بأئمتنا وإحنا نأخذهم. فالسيدة الزهراء سلام الله عليها لما نأتي إليها في حياتها في أمورها، تعال شوف أمير المؤمنين عليه السلام ماذا وكيف يصفها بأوصاف لا يدري الإنسان ماذا يقول بها. أمير المؤمنين قال من وخاطب من بالسيادة؟ سيدي غير رسول الله. شايفين قايل لعد أحد شيء؟ ها؟ هم سامعين أمير المؤمنين قال لعد واحد سيدي؟ احكيها لا تخاف، عقيدتك شني؟ لا، إلا فاطمة. لولا علي لما كان لها كفء. سلام الله عليك سيدتي ومولاتي. من أين يبدأ الإنسان؟ من أين يأتي؟ من أين يأخذ؟ من أين يتكلم؟ حول أي شيء، حول أي شيء يكون الإنسان له القدرة على الكلام. زين، كتبت كتب أكثر من ألفين وأربعمائة موضوع في السيدة الزهراء سلام الله عليها، روايات روتها الرواة عنها سلام الله عليها. يقولون تحدى بها رسول الله جميع الأمم التي أذلت المرأة حينما جاءت فاطمة. ليش؟ لأنه أنت لما تجي لعد اليونان،
شو يسوون بها؟ ولما تأتي إلى اليهود يسمونها جزء من فاميليا، يعني أثاث المطبخ، أثاث البيت. لما تأتي إلى الأستراليائيين في قوانينهم يقولون يجوز أكلها عند المجاعة. لما تجي لعند النصارى والمسيح كانت القوانين لهم أنه لا يجوز أن تمس الكتاب المقدس، فإذا مسته تقطع يدها ويرمى الكتاب بالبحر أو بالبئر. هاي القوانين اللي عندهم. زين، إلى أن وصل الدور أنها ليست من إنسان حتى سنة 1855 كتبوا على أنها هل إنسان أم لا. قالوا أما الإنسان فهو الرجل، والإنسان من المرأة ليست إلا مريم العذراء. زين، وبقية النساء لم تكن إلا برزخ بين الرجل والحيوان، يستفيد منها لكثرة النسل. إلى أن وصل الدور وين؟ وصل الدور بالعرب، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. منين إجت هاي العادة العربية؟ هاي المشكلة اللي عندنا. العادات العربية أشاد الإسلام في بعضها، لكن شوفوا ليش أشاد في بعضها وحطم وهدم بعضها. واحدة منهم كان فخذ من بني تميم يغار عليه، زين، فإذا أغير عليه كان المناخ مانهم كثرة الأولاد من البنات يجي فيأخذون بناتهم غصبا. فش سووا؟ وقالوا يا أهل الصير عدة بنت يئدها وأدا، يطمها بالتراب، يحفر لها حفيرة. شاع الخبر وين وصل؟ وصل لعد مكة، لعد مدينة مكة بالنفس. ممن قام بهذا الأمر؟ عمر. ممن قام بهذا الأمر؟ عمر بن الخطاب. وشوف عمر بن الخطاب ايش سوى. هو يقول هو الذي يتحدث عن هذا، وزوجته التي تتحدث تقول لما اجتنا بنت وحضرت الولادة، مو شيعي يكتبون هذا عمي، حضرت الولادة فقلت للقابل غطي عليها أمرها وتمثلي كما يتمثل الإنسان الدافن، يعني لومي وقول روحنا ندفنها وروحنا نغيبها بالتراب وديروا بالكم عليها. ثلاث خمس سنوات، أربع سنوات، خمس سنوات في رواية، خوالها قالوا لي، وصلت لعد خوالها قالوا لها يا عمي هذه بنتك كبيرة ما تريني تشوفينها، حسنا صارت خمس سنوات يعني مثل ما يقول صبية. جاءت بها زين، جاءوا بها أخوالها وهي زارتهم، جاءت بها قال من هذه؟ قالت أنسيت يا عمر، هذه ابنتك. قال وكيف؟ قصت له القصة، قالت له هذه بنتك، وذيك السنة لما قلت لك ماتت، ما ماتت القابلة، طبيبة العرب آنذاك المساعدة أخذتها وطتها لعد أخوالها، كبروها واستجبتها، ما حكى شيء، هو يحكيها. ظلت عنده كم يوم، إلى أن يوم من الأيام أخذ حبلا ودلاء ومعولا وخرج ليحتطب، فحفر حفرة، هو يقول، فكان الغبار على لحيته، وخرج فأخذت تنفض القبار من لحيته ولم ينكسر قلبه. فشيء عجيب غريب، حتى أنه في رواية يقول دفعها، وفي رواية أجلسها أوقفها. من الوأد يقولون هو الإنسان إذا هو وحي يطم بالتراب يقولون وئد، بعض يقولون لا، إذا كان قائم يوقف ويطمونه بالتراب، هذا يقولون للوأد. على أين؟ فطمها، وحين الطم يرش عليها التراب، والتراب تعلو غبرته، زين، غبرة التراب تعلو على وجهه، وهي تضرب على لحيته لتنظف التراب، لتزيح التراب عن لحيته. هذا
هذا ما أدري شنو هاي المشكلة اللي عندنا إياها. زين، لهذا الله سبحانه وتعالى لما يتحدى إيش إجا؟ قال أولا إنا أعطيناك الكوثر، قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وشوف 10 صفات: قانتين وساجدين ومسبحين زين وراكعين. ساوى المرأة بيها. المرأة اليوم شو تريد؟ كون تركب بايسكل يلا صير مساوي الرجل، كون تركب البراشوت يلا تصعد فوق، مو هذه. هاي المشاكل اللي قاعد نعاني منها ليش؟ لعدم الثقافة اللي عندنا اياها، لعدم الاتزان اللي عندنا اياه. والا المرأة هي التي تصطنع الرجال، المرأة هي التي تأخذ. شوف هذول أطفالنا، أنا ذاك اليوم دخلت على بيت دخلت عليه، قالت ابني ما يفارق السنة الرابعة، يعني بعدها مو طالع من السنة الرابعة إلا وهو حافظ للقرآن. كون يصير عم يجيب لنا برنامج، قالت أنا وياهم ماكو برنامج، لا منا إحنا عدنا هيك، وهيها من جماعتنا مو من بعيد. قلت له تامرين نمشي؟ قالت لا تجيب اسم من أولادك والشيخنا بس خلاص. يتحدثون بعض الأحيان هي والأبناء والبنات بالقرآن الكريم وهي في بلاد الغربة. وذاك اليوم دخلت مدرسة في تورنتو، آخر أو 2-3 من التلاميذ اللي فيها بعدهم ما محصلين على الدبلوم، زين ما منهن الثانوية، البقية كلهم من البدء من الروضة إلى نهاية الهاي سكول ونهاية الثانوية. وين دخلوا؟ دخلوا بالجامعة، من بلاد متعددة، من مدن متعددة، من لغات متعددة. حتى لما قرأت مجلس قالوا اقرأ لنا باللغة العربية، ما أريد مترجم ولا أريد حدا. يا عمي قالوا كلهم، فكل واحد أشوف أنه وهو أصغرهم الذي كان قال أنا حافظ 18 جزء من القرآن الكريم. هي مو بالحفظ، لكنما أشوف الإدارة شلون لما تكون. كتب مصحف فاطمة وهو شرح على القرآن وهو تفسير للقرآن، في رواية أن الحسن كان يأتي بما يحفظ من جده رسول الله فيمليه فتكتبه ثم تعرضه على أبيها فيقبلها، وفي رواية تأخذه من أمير المؤمنين فتمليه وتكتبه فتعلم حسنها وحسينها. إحنا وين؟ ماكو مشاغل؟ أنظف بيت، أطهر بيت، أنظف بيت في العرب بيت فاطمة. هم ما رادوا يذكرون، لكنما رغما على أنافهم ذكروا كل شيء. تحدي كبير. الله لما جاب فاطمة أول شيء قال إنا أعطيناك الكوثر، ذاك اليوم ذكرتها بمجلس. الرازي يقول كيف لا تكون هذه الرواية الدالة على سبب نزول هذه الصورة الكريمة وهي صورة الكوثر، أقصر وأقصر صورة في القرآن الكريم، كيف لا تكون فاطمة وإني أرى زين العابدين. الإمام زين العابدين، إني أرى زين العابدين منها. حتما اللي عدها هيك ولد وعدها هيك حفيد وعدها هيك صبط وعدها هيك ذرية فهي الكوثر، وإلا زين. ليش؟ يقول لأنه اللي طالع واللي يقرأ، اللي طالع واللي يقرأ من الإمام زين العابدين الصحيفة السجادية يعرف من هي فاطمة وما قيمة فاطمة. ودعاء ابتلوا اليوم في أدعية الصحيفة السجادية أنها أدعية أو قوانين علمية، أدعية ولا نيوتن كون يجي يعبر لي عنها. سبحانك تعلم وزن السماء، سبحانك تعلم وزن الجو والأرض النور والهواء، سبحانك زين. هو يقول هذه كيف؟ هذا يذكرها من 1400 سنة وهذا يذكرها من 100 وشي. وين إحنا من أئمتنا؟ وين إحنا من معارفنا؟ وين إحنا من مسائلنا؟ فكرمها رسول الله بعظمته
يحنو على يدها. تترك السيدة خديجة تترك 40 يوم، ولما تجي وتقول أحسستها في بطني. منين هذه؟ هذه يقولون بعض الأحاديث يقول: أما رأيتم أن الله أمر رسوله أن يفترق عن خديجة وأن يصوم 40 يوما لا يفارق الصوم، لا يفارق الصوم حتى أطعمه بعد 40؟ فلما اكتمل النور الفاطمي في جوفه الشريف فعند ذلك سقاه وأطعمه من الجنة. علي من يدل هذا؟ الإمام يقول الأكل الطيب الطاهر. أكل الحرام شي يسوي، وأكل الطيب الطاهر شي يسوي. تريد لك طفل، تريد بنتك، تريد ابنك، تريد لعد نفسك، تريد أهلك. بابا حبيبي من تروح انتبه، الأكل فيه حرام، الأكل فيه كذا، طلعوا اقروا. لا كل شيء تأكلون، الأكل ما يوصل لعد شيء، الأكل ما يوصل الإنسان لعد كل شيء. بالأكل شوف شلون اجت، لما تكون نطفتها انعقدت، لما يكون صلب النبي، لما يكون صلب النبي صلى الله عليه وسلم، صلب النبي يكون مغذى من الجنة، فاش تطلع منه؟ نورانية فاطمة. يدخل عليها يقول: مع من تتكلمين يا خديجة؟ تقول: مع جنين الذي في بطني. هسه احنا عندنا هواء عمي، احنا لما نحكي بهذا الباب او بالمجلس ترى غير ما انت تحكي، انت وانا محدودين، انا وانت عندنا حدود في كل شيء. احنا اذا ما صلينا ما عندنا هالقد. المؤمن اذا تفوت وقت الصلاة يفوته، يبقى صائما باكيا حزينا. أمور نكون عدلها في أجواء آل محمد زين. فهذه شوف شلون يخنقها، وهذه وين يوديها؟ يوديها لعد الملكوت، حينما كان يأتي إليها يقبل يدها. رسول الله يقبل إيد واحد، شو تسوي له؟ قبل إيد عائشة شي مرة؟ قل لي وحدة حتى منهم هم قبلها مرة؟ ها هي ياهو أبوها ياهو أمها، ليش هل ليش هل ليش هالعداء هذا؟ لماذا؟ لماذا هالعداء هذا؟ زين، كم مرأة ذكرت في القرآن الكريم؟ هاي عندك بلقيس وزوجة نوح وزوجة لوط زين، وإبراهيم، وعندك يعقوب، وعندك زكريا، وعندك أم لهب، وعندك وعندك، وعندنا اثنين هم من الأكاسرة، حفصة وعائشة ذكرت. بس شوف ذكرن وين؟ مدحا. شوف سورة التحريم شو تقول عنه. خلينا شوية ننتبه لعد وضعنا، لعد أمورنا. إحنا مو مسؤولين عن التشيع على أنه بالله نساوي ويا السنة. أنت دخلنا ونأخذ التشيع ونشوف بالله شبيه مذهبنا، بالله شي يقول لنا. لهذا السيدة الزهراء سلام الله عليها لما تأتي إليها يقول إن فاطمة حورية إنسية، وبعض يقول إنسية حورية. اللي حتى هذا بيحكي إنسية يعني من رسول الله، لولا رسول الله لما جاءت الحورية إليها. وبعض يقول الحورية لأنه الرسول هو الذي اقتدى من مناص الجنة، من اقتطف له أو أطعم من الجنة كل شيء. فالسيدة الزهراء سلام الله عليها شوف وين وصلت الأمر، وين جاءت بالأمر، وين طفولتها. وكانت في طفولتها 4 سنين 5 سنين تقف منحنية أمام قدمي أبيها، في رواية تخرج قبله من بابه فترفع الأشواك بيديها المعصومتين، وإذا دخل تجلسه ف
فتجلس مقابل قدميه الشريفتين تلتقط الأشواك من أصابعه. شايف عندك ايش بنت؟ اكو تجي تنزعك تشلحك الجسمه كلساتك مثل ما يقول جرابك كذا، هذه لا تجي تشيل منه الشوك، هاي بنت محمد وتبكي. شافت ابوها يتأذب وني لما تبكين، قالت لعد امها خديجه، قالت اذا اردت ان تعملي ذلك فلا تجهري بصوتك بكاء. يوم الآخر النبي يشوفه ما تبكي، عجيب شلون هذه ليش ما تبكي؟ فرفع رأسها بيده الشريف وإذن بالخدم وإذن الخدود مليانات دموع ليش بويا من صوتي إذا أبكي أنت تتأذى؟ يحتضنها ويبكي، يحتضنها باكيا. شي يقول؟ شوف الراوي السني شو يقول، يقول هو الذي قال السلام، والرواية منه هو مو منا احنا، السلام على ابنة المقصود حقها، الممنوع إرثها، المكسور ضلعها. يشهد الله الرواية ما هي من الشيعة، من السنة، في حياتها، في زمن حياتها. بني ما يبكيكي، تقول له أبا إني أراك الخير كله، أنت أبوي أشوفك الخير كله، ما عندك على أحد شو اسمه، ليش؟ لأنه شفتك هذا اللي يذب الشوك بدربك، لما يومين ثلاثة ما إجا ما زدت الشوك بدربك، هذا اليهود رحت تزوره فقدته منين؟ من أنه ماكو شوك قدامك. شلون ما أبكي لك أبوي؟ هذا الأبو هو بس هذه، لا تعال شوية خليني أعطيك شوية، شوف الأبو والبنت شلون إذا يكونون مزيجين، عدة واحد بنية زين تشم ريحته، يقول بعض الأحيان الرسول بالطريق وتقول لحسنها وحسينها جاء جدكما، يقلها أما كيف عرفتي؟ تقل لأشم ريحة أبي مو العطر، الأبوة تشم ريحته، الأبوة، وهو في بيتي إحدى زوجاته يقول جاءت إلي روح التي بين جنبي، وهي بعدي بالطريق يقولون من يا رسول الله؟ يقول ابنتي فاطمة روحي، وهي روح التي بين جنبي، يعني محمد بغير فاطمة محمد بلا روح. وين تروح؟ في لطافتها، في تعرف لطافتها، الإمام الحسن يقول، يقول كنت جالسا معها تحت نخلة في بيتنا، وإذا بورقة من النخل سقطت فضربتها في خدها، فبقى معلما أكثر من أسبوعين في خدها، كلما قلنا لها من أين هذا تقول لا شيء، هاي اللي الإمام الحسن يقول إذا الورقة هيك أذت أمي فكيف السطرة؟ كيف السطرة حبيبي؟ ها؟ هو سطرها سطرة؟ هاي شوف الهجومات الثلاث على البيت مجابت، قال ما عندك هي، وما الذي أريتيه لأبي بكر؟ قالت أريته ما كتب لي أبي، أبوي كتب لي كتاب وقال في فدك أنها لي، قال أعطينيه لأراه، أخذه بصق فيه شقه خزأه وضعه تحت قدمه. يا عمي مو إحنا نذكرهن هذني، انتبه لي شوي. وضعه تحت قدمه قالت بقر الله بطنك كما بقرت كتابي. زين عائشة تقول كنا نلظم خيوطنا بإبرنا، الإبرة إذا نريد نلظمها، في الليل الدامس على نور وجه فاطمة. قوي مو أنا وأنت، شوف ينابيع المودة، هاي الرواية الأولى اللي يقول السلام على ابنة المقصوب حقها، الممنوع إرثها،
المكسور ضلعها، هو يبكي عليها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. زين، زواجها شلون صار؟ زواجها يكون هو يشيلها وهو يزفها بإيده الشريفة، هو الذي يزفها، هو الذي يأخذها. زين، يضعها في يد علي ويقول: هذه أمانتي عندك، هذه أمانة. زين، كان مطيهم واحد من الصحابة عنده بيوت 3-4، كأنما تاجر مطيهم بيت بعيد، فيشوف النبي على اليوم الأول والثاني والثالث يطلع. هذا لما زوجوها وضع لها ناقته العظباء.